اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني. معاكم رضوى جلال وحلقه جديده في حجاب ستايل. والنهارده حيل وافكار من خارج الصندوق لثمان طرق مختلفه تقدري تلبسي بيهم الحجاب المربع الاي شارب مقاس 90x90 اللي هو المقاس الاشهر اللي بيبان دايما او بيديك انطباع ان هو صغير ما تقدريش تستخدميه كتير. هوريكي طرق مختلفه حتى في ارتدائه كإشارب على الراس، فتابع الحلقه لاخرها لاني اعتقد اكيد هتتعلمي اكتر من طريقه وهتكتشفي ان انت هيبقى عندك لبس كتير وطرق كتير للستايلينج. بس قبل كل حاجه عايزين نعمل لايك للفيديو لان ده بيساعد، واشتركي في القناه لو مش معانا ويلا بينا. زي ما انتم شايفين الجزء ده، يعني ده حجاب اهو مربع اللي هو 90x90، تمام، مش حجم مختلف. انا طبعا انا قعدت افكر اي جهه هي اللي هيكون شكلها الطف من فوق ومن تحت حسب الموديل. بس انا عشان لقيت، شايفين الجزء ده، ان في زي نقشه عند الحجاب، فحسيت انها تبقى اكني لابسه سلسله، فهربطها. ممكن تربطيها قوي او تربطيها خفيف. هو الحجاب ده او الاشارب ده شويه يعني ماسك نفسه، مش لين، مش انسيابي، فشويه هيديكي سم. فلازم بقى لما هنلبس دلوقتي الحزام هضيقه وفي نفس الوقت الجاكيت. يلا اوريكم اللوك. في بقى اكتر من فكره، ده اللي هو الحزام التقليدي خالص اللي بيبقى بلاستيك وتوكه او اللي هي زي اكسسوار من الامام. فانا هعمل ايه؟ ممكن تلبسيه عادي لو هو الحجاب كان ساده مثلا لونه حرير او حاجه وتبيني التوكه، تمام. بس انا لا، مش حابه كده، انا حابه ان انا اخليه التوكه لورا، يعني ما يبينش بس يبين شكل البلوزه. طبعا هو مش حلو، انا صراحه مش شايفه ابدا ان حد يلبسه كده، بس لا، لازم جاكيت لان من ورا مش هيبقى شكله ابدا لطيف. هو فكره انك تحولي اي شارب شكله انيق لبلوزه. انا ابتديت لكم بالاسود، ولما هنكمل مع بعض هوريكم ازاي كمان في الجواكت الفاتحه هيكون حلو جدا وهعمل برضو. بصوا، فانا كده غيرت شكل البدله تماما اهو اهو. تاني طريقه وهي معروفه جدا واعتقد بنات كتير اكيد بتستخدمها، وانا عن نفسي عملتها في كذا موديل وفعلا بنات حست ان هو بيفرق قوي في الشكل، هي انك تعمليه مثلث، تمام. برضو نفس الفكره حسب الطقم هتختاري من انهي جهه. يعني انا مثلا احلى جهه في الحجاب ده، بما انه منقوش نقشات تقيله او نقشات كتير، انا عايزه جدا اظهر الجانب اللي فيه الخط اللي هو عامل زي ما يكون سلسله ذهب، فهظهرها كده وهربطه بالشكل ده. وممكن بقى كمان حركه هلبس الحزام من خارج البليزر مش من جواه، لان البليزر اوريدي كان فيه وسع وانا عايزه اديله شكل. الحزام انا لبسته من خارج البليزر اهو زي ما انتم شايفين، والاشارب ربطته، وطبعا من تحت حبيت التلبيسه تبقى سودة بحيث ان هو يدي شكل رويال للطقم، لان هي باينه كانها بدله بنطلون واسع اسود وجاكيت اسود واسع والحجاب الستان. التريك اني مش بعمل مثلث كده، مثلث كده اللي هو الطريقه العاديه، هي جميله برضو انيقه اهو. جاب التركي هو اوريدي دخنته بيبقى واقف عادي اهو، تمام. ورا بالكولي طبعا ادى كونترست، ومع الجاكيت ومع التوب بقى شكله افخم جدا. وبرضه لبسته، دي طريقه ثالثه لبست بيه الحجاب. يلا نشوف الطريقه الرابعه. هنجيب الحجاب ونعمل بس ثانيه بسيطه قبل ايه، بصوا حاجه بسيطه جدا كده، بس هنحتاج دبابيس كده، ده صغير جدا وده كبير، يجي اضطر وهثبت من هنا، وبعدين هاجي الطرف الطويل ده وهلفه كده. فخليت، شايفين خليت قد ايه فيه طول،
دي مناسبة جدا على فكرة الحاجات القصيرة او حاجة ضيقة من قدام وانتي حابة تطولي الحجاب. بصوا انا ازاي خليت في الحجاب طول، هنثبت بس من هنا بدبوس كمان وهنا كمان في دبوس، وبصوا خليت طوله مثلث طويل مغطي كل المنطقة دي اهو. تاني شايفين هو بس كل التريك ان انا ما تنيتوش بالشكل كامل، انا بس تنيته جزء بسيط اهو وكده. اتنين فكرة ان انت لازم تتأكدي ان انت تانية اوكي ومظبطة، بحيث انه من ورا من هنا ما يكونش مبين شعرك، يعني تيجي كده اهو انا لما اجي اعمل كده اهو احيانا بضطر ان انا احط، شايفين الجزء ده كده بحطه من هنا دبوس بحيث ما يبينش الشعر، كده كده انا لابسه بندانه كامله بس عشان الحجاب ما يديكيش اي شكل مش ظريف، وبيبقى معايا كل ده طول زي ما قلت لكم اهو. انت زي ما بتظبطي المثلث بتاخديه، ممكن عايزاه على جنب كده مثلا، عايزاه اكتر اللي قدام، هتغيري تانيه الجزء ده مره في مره هتعرفي بالظبط الابعاد اللي انت محتاجاها. الخامس ان احنا برضو بنلبسه بس بشكل كامل، بمعنى اهو ما بتتنيوش خالص، مثلا نيجي في الجزء ده بما ان ده احلك نار تمام اهو اوكي، باجي على الطرف تمام، بيبقى بيتلف زي الحجاب السود اللي هو الشال العادي اهو، حط هنا ايشر وهشده في الجزء اهو اهو، شده واسحبه من هنا تمام، واثبته بدبوس، واخد الجزء ده برضو احطه زي ما انا عايزه اهو. الشكل اللي بعد كده اهو هو بتبقى بتثبتي حتى الجزء ده حسب بقى رغبتك، ممكن بدبوس من هنا تمام. و الحركه دي انتوا اكيد شايفين اللي هي الزراير دي، انت بتحطي الدبوس من هنا بيبقى بجنب واحد طاير، او بتسيبيه بس الدبوس من الجزء ده بيبقى كانها البلوزه اصلا نصين، يعني انتوا فاهمين الفكره. بيعملوها ازاي؟ بظبطه زي الشكل اللي انا عايزاه تمام اهو مثلا، وبلبس عليه الحزام، يعني بس ببين جزء كده من اكنها يعني كنارين على الدرس. الحركه دي ان يعني انت مثلا ممكن تدخلي كذا لون، يعني مثلا ممكن يكون حد غير التايجر، ممكن يكون مثلا القميص مثلا ابيض، الجاكيت اسود، الايشارب ابيض، فمش عارفه انتوا متخيلين الفكره هتبقى قد ايه شكلها جميل وكلاسي. وطبعا ممكن مثلا كوليه اسود، يعني يبقى في كذا كونتراست في الالوان، بس لونين ابيض اسود ابيض اسود كلها ايتمز، اكيد هتبقى شكلها جديد وغريب، ليها لوك مختلف. بتجيبي الاي شارب كذا طريقه، بس انا هوريكم الطريقه بصراحه، بس بحسها اشيكهم عادي. بتتنين ثانيه اثنين تمام، وبنيجي هنا يعني بسيط مش محتاج تعقيد خالص، نيجي هنا في مع الشنطة وبربطه مرة تمام. يفضل طبعا لو هو اشارب كبير يبقى
شنطة كبيرة وهكذا. لو إيشارب أصغر اللي هو إيشارب أصلا الشنط عندي واحد بس، الإيشارب الكبير برضو ساعات لما بيبقى مثلا ريتش زي كده بيدي شكل حلو للشنطة ولوك. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، أنا وريتكم يعني كذا طريقة للحجاب المربع أعتقد من النهاردة. الحجاب المربع احنا بنستخدمه كتير، اكتبولي في التعليقات ايه اكتر شكل عجبكم وايه اكتر شكل جديد انتم مكنتوش تعرفوه. مهتم اعرف حابين ايه في الحلقات الجديدة تكون فيها حيل، فيها افكار مختلفة لاستغلال القطع اللي عندنا. ومتنسوش لايك وشير وسبسكرايب في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة في حجاب ستايل. مع السلامة.